السلام عليكم، معكم نزار ربيع بوسلام، مصور صحفي ومدير موقع ميديا بوسلام. يقدم فريق الرجاء البيضاوي لحد الآن أداء جيد، خصوصا بعد تغيير المدرب جمال سلامي، وذلك بعد خسارة الديربي أمام الغريم التقليدي اللي كنعرفه اللي هو الوداد البيضاوي. خسارة جعلت الجماهير تطالب برحيل المدرب، والشيء الذي حصل وتم التعاقد مع المدرب التونسي لسعد الشاب. حيث منذ مجيء هذا المدرب عاد الفريق فريق الرجاء البيضاوي لتوهجه بالبطولة الوطنية. بالنسبة للمسابقة الإفريقية، فالرجاء البيضاوي حقق العلامة الكاملة في مجموعته بدون أي خسارة، ولم تستقبل شباكه أي هدف، مما يؤكد خبرة الفريق في المسابقة الإفريقية حيث سينافس بقوة على اللقب. بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا، يصعب التكهن بمن سيفوز باللقب، حيث حدثت المفاجأة، وذلك بعد إقصاء أحد المترشحين للفوز باللقب، والأمر يتعلق بالزمالك المصري وكذا مازيمبي الكونغولي. وفي المقابل خلق فريق سيمبا التنزاني الحدث باحتلاله الرتبة الأولى في مجموعته، والتي ضمت الأهلي المصري ثانيا. وتتواجد أيضا فرق قوية لديها خبرة وتجربة كالوداد البيضاوي والترجي التونسي و كنشكر جريدة بولا اللي تقت فيا وقدمت لي الكلمة. وبهذه المناسبة ومن هذا المنبر كنحيي جميع الصحفيين الجزائريين والصحفيين المغاربة، وشكرا. شكرا لكم على مروري معكم في جريدتكم وعلى استضافتكم. أتمنى التوفيق لجميع الصحفيين، وتقبل الله صيامكم، وعيد مبارك سعيد على الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي وعلى الأمة الإسلامية. داعين الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء، وشكرا.